اهلا بيكم. القصه اللي هحكي لكم دي قبل ما نتكلم وندخل في حوارنا الممتع، قصه مثيره جدا، قصه لواحده اسمها اريكا لوجو. اريكا لوجو دي هي كان عندها سمنه مفرطه او كان عندها سمنه. اريكا لوجو ما يأستش من انها تستسلم لهذه السمنه. سمنه بكل مشكلتها، مش كويس، شكلها مش عمور، مش اتراكتيف، تبقى اكبر من سنها. الكلام ده في السمنه، اي واحده عندها سمنه واي واحد عنده سمنه، السمنه تعطي عجز، تعطي سن اكبر من سنك. لم تستسلم اريكا لوجو، ولكن تحولت، عملت جراحه سمنه، وبعدين كملت كمان في الجيم. وبعد ما كملت بقى في الجيم بقت مدربه لياقه بدنيه. شوف، بص، تحولت من مريض السمنه تعاني الى مدربه لياقه بدنيه. وبتقول ان رحلتها الحقيقيه لم ترتكز على المعده او الرغبه في تناول المزيد من الطعام، بل يكمن السر نجاح الحقيقي في انها نقطه ارتكازها كان على العقل. ودي نقطه مهمه في جراحه السمنه، لازم تفكر انت عقلك هيعمل ايه قبل العمليه وبعد العمليه. العقل مهم جدا، القدرة العقلية على استيعاب النوعية دي من الجراحات دي نقطة ليها قيمة كبيرة جدا جدا جدا. ده يمكن هيكون جزء من بداية حوارنا مع ضيفي العزيز، الاسم المتميز للغاية في عالم جراحات السمنة، الذي يبدع دائما، الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير وحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة SRC. أهلا بك. أهلا وسهلا. عايز أبدأ الأول قبل ما ندخل في معمعة الحوار، أنت بتدرس أو بتفهم وبتشوف قدرة عقلية لمريضك على انه فاهم يعني ايه جراحه سمنه، هيعرف يتعامل معاها. مش قصدي ان هو يعني، ما ممكن يكون ذكي جدا وراجل بيشتغل في مركز كويس جدا وبتاع، لكن ممكن هو نفسه مش مركز في الجراحه، مش فاهمها. طبعا تحياتي لحضرتك في البدايه وكل فريق العمل وكل الساده المشاهدين. الحقيقه طبعا لازم طبعا ناخد تاريخ مرضي كويس جدا ونفهم كل حتى الجانب الاجتماعي لكل المرضى المصاب بالسمنه المفرطه، حتى الوظيفه لازم نعرفها. حقيقة ثقافة بالجراحات السمنة عند معظم الناس زادت وفاهمين يعني طريقة العملية وازاي ان هم هيبقى عليهم دور ما بعد اجراء العملية. لكن برضو يعني طبعا بنشتغل في كل الفئات وكل المنتاليتيز في مختلف الاعمار ومختلف الحالات الاجتماعية ومختلف الوظائف ومختلف يعني. طبعا في احيانا ناس ما بنشوفهمش بعد العمليه ويرجع بعد 4-5 سنين جايب حد صديق لي او اخ لي او ام او عم، اي يعني حد ريليتيف، ويجي عشان يعمل له العمليه وبتفاجئ ان هو ما جاش ولا متابعه بعد العمليه. جود نيوز. الحقيقه دي قاعده طبيه. الحقيقه احنا طبعا احنا مش بنادعو قاعده جراحيه طبعا. طالما المريض ما بيتصلش يبقى الامور ماشيه تمام. صحيح. لكن احنا في جراحات السمنه الحقيقه احنا بنعمل عكس كده. العيان لو ما بتكلمش احنا بنكلمه، يعني تعالى انت فين. فطبعا احنا لا ندعو ان المرضى، او يعني احنا مش عايز نسمي الناس مرضى، لكن الناس اللي هي اجرت جراحات سمنه خليك على احتكاك وتواصل مع تيم الجراحه اللي عمل العمليه، لان طبعا بتلاقي فيه دعم طول الوقت ومناقشات مفيده تفيدك. لكن اللي انا عايز اوصله ان بعض الناس اللي فاهمه حياتها هي مش محتاجه اي سبورت، هي بتعمل ده وبتسافر، بتعمل ده وبتنشغل في حياتها الطبيعيه، وتلاقيه راجع بعد فعلا سنين جاي ناجح ومبسوط وجايب حد يعمل معاه العمليه. وفي ناس تانية يعني بيقول كلمه يعني محزنه للغايه، انت بتفهم فيها ان مفيش امل فعلا، انه بيقول انا هل انا بعمل عمليه عشان اعمل نظام دايت؟ هقول له احنا مش بنعمل نظام دايت، انا بس عايز ارجعك لحياتك الطبيعيه. لايف ستايل رجعك لحياتك الطبيعيه. استخدم الاكل المتوازن، الاكل الموصوف في البيت الطبيعي، يعني عدم اسراف في السكريات. مش معنى انت عامل عمليه تكميم فانت عندك كمبيوتر هيمنع امتصاص السكريات، ابدا. ده انت سي ان انت
بتاكل كل كل السكريات وكل الحاجات اللي بتاكلها بتنزل زي ما هي. احنا عايزين نعادل نفسنا في، يعني معنى ان انت عملت عمليه تكميم زودت الشبع عندك، قللت الجوع عندك، معنى كده ان انت تقلل تضحك على نفسك وتزود كميه الكالوريز اللي هي اكلت طول اليوم شوكولاتات وسكريات وحاجات. في ناس كده، في ناس شوكولاتات في شنطتها في عربيتها. دايما اقول ان المرضى يعني دول بينصبوا على جسمه، صح، بينصب على العمليه، صحيح. فطبعا احنا ما بنعملش ده، يعني طبعا لما بتعمل طبعا دراسه للنفسيه انت فعلا بتحس ان مفيش امل للمستقبل فما تعملش العمليه. وبعض الحالات طبعا المصابه بامراض نفسيه احنا بنعرضهم على دكتور النفسيه عندنا بحيث ان هو يستبعد المشاكل النفسيه المتعلقه بالاكل. وفي 20,000 نوع من مشاكل الاكل، الناس اللي هم نايت ايترز اللي هو اكله طول اليوم ما بياكلش ووجبه عنده يستهلك اكتر من 20-30% من اكله بس في وجبه الليل. ما ده يعني في واحد اسمه جريزنج اللي هو طول الوقت يعني عمال ياكل وجبات صغيره بياكل اكتر من 10-15 وجبه في اليوم. انت محتاج تحلل طريقه التغذيه حتى للعيان. عشان كده المراكز المتخصصه هي اكتر الاماكن القادره على ان انت تديك نتيجه يعني اعلى النتائج في جراحات السمنه. جراحات السمنه مش بس عمليه تكميم او تحويل مسار، ده منظومه كامله من تحضير ما قبل العمليه ودراسه للنفسيه ودراسه للحاله الاجتماعيه عموما، الادويه اللي بتستخدمها، نشاطك اليومي، طريقه اكلك، الجراحات السابقه، كل الحاجات لازم تتحلل. واذا كان هناك تخصصات متشابكه معانا، عندي مشكله في القلب، عندي مشكله في الكلى، عندي مشكله في التنفس، لازم يتم ارجاع ده للمتخصصين في التيم بحيث ان احنا نوبتمايز الحاله ونخليها على اعلى كفاءه ما قبل اجراء العمليه. عملت عمليه باحترافيه، ادي دورك باحترافيه شديده، اعمل عمليه باحترافيه مع فريق تخدير محترف مع اعلى المستهلكات الطبيه في مكان امن، اخرج من المستشفى ادي العين الكتالوج وحافظ عليه ما بعد اجراء العمليه. يعني ممكن اخد عمليه وما استخدمهاش، يا يوز اور تو لوز. يعني اهم سؤال على فكره متداول بين مرضى السمنه، او انا هتعمل لي تكميم ولا تحويل مسار؟ اول سؤال بيساله لك في العاده. طبعا احنا عايزين نشيل المشكله دي من على العيان، احنا سيبها للمتخصص. هو اكيد بعرف انت بتبقى ناوي ان انت تعمل عمليه تكميم ويقول لك والله انت عندك ارتجاع شديد وهتعمل عمليه تحويل. احيانا بتبقى مريض سكر وبننصحك ان انت تعمل عمليه تحويل اكتر من عمليه تكميم، ويقول لك انا مش عايز التحويل، انا عايز اعمل تكميم، ويمكن العمليتين صالحين لي ويختار عمليه تكميم لانه يمكن يعني شاف عيان قبل كده غير موفق جراحيا وهو مش حابب نوع العمليه المعينه. اقصد انه الموضوع جراحي بحت، يعني معلومات تؤدي الى نتائج، يعني معلومات انا باخدها بالتاريخ المرضي والتاريخ الجراحي وتاريخ الادويه والسن والحركه وكل حاجه قبل الجواز غير بعد الجواز، السن الصغير غير السن الكبير، بنختار العمليه المناسبه بناء على الفحوصات والتحاليل بناء على التاريخ المرضي، بنختار تكميم او تحويل. في كل الاحوال تكميم المعده هتنزل الوزن، في كل الاحوال ان شاء الله تحويل المسار بتنزل الوزن بانواعها، لكن قد يكون الاختيار فوق الوزن 150 كيلو اعمل تحويل مسار. واحد وزنه 200 كيلو احيانا بعمل له تحويل مسار عشان هي الاقوى لو كان جدار البطن بتاعه يسمح باجراء عمليه امنه لتحويل المسار. واحد وزنه 300 كيلو بعمل له تكميم الاول وانزل له 200 كيلو ولا حاجه وبعمل له تحويل مسار بعد كده. يعني واحد داخل على جواز، ست داخل على جواز مش عايز تاخد فيتامينز، هي ما بتحبش الفيتامينز على المدى البعيد بجرعات عاليه، اعملي تكميم ما تعملش تحويل. سن صغير دايما بيبقى في اتجاه التكميم اكتر من التحويل. فيعني هي مش عايزين نحط ده الاختيار ده على المريض، واحيانا بيبقى الاثنين ينفعوك، نعمل تكميم عادي نعمل تحويل عادي. انت والنصيحه دايما احيانا بنقول لك والله عمليه تحويل مسار بتديك يعني راحه شويه في اكل انواع مختلفه من الاكل، هتحافظ وبتقلل امتصاص 70% من السكريات والدهون، بنعزل جزء المعده وبدايه الامعاء المسؤوله عن امتصاص 70% من السكريات والدهون، دي بتبقى طبعا بتديك براحه شويه في الاكل وفي الشرب اكتر من التكميم لو انت اكل السكريات بشراهه. يعني الامراض المصاحبه، يعني دايما برضو ده السؤال الثاني، هيقول لك المريض انا عندي سكر، انا عندي ضغط، انا عندي سده تنفسيه وصعوبه في التنفس سي او بي دي يعني او ريسبيراتوري ديستريس سندروم، فانا جاي لك وخايف من الحاجات دي. طبعا احنا داخلين نعالج الحاجات دي، احنا داخلين نعالج الميتابوليك سندروم، انا داخل مش متفاجئ. ده لو مش عندك يعني حاجات تكميم معده بتعالجها وتحويل المسار بيعالج كل الميتابوليك سندروم، الضغط والسكر والكوليسترول العالي دي متلازمه السمنه، لو مش موجوده عندك دلوقتي انا بحاول اشوفها بالفحوصات والتحاليل.
وبحاول اثبتها، لان ما فيش مريض سمنه مفرطه ما عندوش حاجه من دول، ما عندوش تدهن في الكبد، ما عندوش كوليسترول، ما عندوش امراض في القلب، ما عندوش، ربما يكونش عندك احنا دلوقتي، بس في المستقبل ربما يكون ده حاصل. ده علم، ده الميتابوليك سندروم كانوا بيسموه حتى سندروم اكس، ما كانش عارف ايه سببه ده. اكس سندروم يعني ايه اللي جمع، إيه اللي جمع الضغط مع الليبيد الدهون العاليه مع السكر مع اليوريك اسيد العالي؟ ايه اللي جمع الليله، ايه اللي جمع يعني ما هو فيه طبعا. وبيجوا ايه مع بعض دائما، يعني بيجوا مع بعض في كتير من الناس، فسموها اكس نشوفهم طبعا. الى ان تم طبعا الميتابوليك سندروم ده حاجه علميه ومرض معروف، كلما كانت عندك سمنه مفرطه، كلما كان عندك الاصابه بالحاجات دي حاجات تعتبر روتين، يعني حاجات طبيعيه، كلما زاد الاصابه بيهم كلما كنت عرضه لامراض القلب اكتر من الناس الثانيه بأضعاف أضعاف النسب الموصوفة. وبالتالي طبعا إحنا مش متفاجئين بأي حاجة من دول، إحنا داخلين نعالج الأمراض دي. دايما بقى السؤال الثالث على طول عن التخدير، هتعرف تخدرني يا باشا؟ أنا خايف أنام ما أعرفش أقوم. ده سؤال وسؤال يحترم، والجملة دي على فكرة بتتقال ساعات بقسوة شديدة جدا، يعني العيال بيقولها وهو خايف، خايف جدا، خصوصا لو كان شاب. طبعا احنا هو بيبقى عنده مشاكل، واحنا مريض السمنه لازم يعرف ان هو مريض فراجايل، مريض هش صحيا، يعني هو شكله قد يبدو ان هو صحته كويسه بس هو مش صحه كويسه ولا حاجه. ده بيبقى عنده مشاكل كتيره في التنفس ومشاكل كتيره في القلب، وتلاقي الليفر انزيمز اصلا من اللي فات الليفر عاليه، وتلاقي طبعا احنا ما عندناش مريض سليم، يعني احنا نادر جدا ان انت يعني انا ما بتكلمش طبعا على الاوزان اللي هي 100 كيلو ولا 110 كيلو ولا 120 كيلو، اللي هو عاده بيبقى يعني عمليه سهله ستريت فورورد دي. انا بتكلم الناس اللي هم فوق ال 150 وانت طالع، دول بيبقوا طبعا كلهم مرضى فراجايل. احنا مش متفاجئين طبعا، احنا مش متفاجئين بالناس اللي هم وزنهم كبير طبعا صحيا بالنسبه للتنفس. هو احنا شغالين في السمنه بنشتغل فيها يوميا بهذه الاوزان، بهذه الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه، ما عندناش حد متفاجئ. يعني دكاتره التخدير في التيم هو ما عندوش مشكله، هو مجهز الفايبر اوبتيك ومجهز المناظير بتاعته ومجهز الادويه بتاعته المخصصه، هو ده شغلته. يعني هو في السياتر شغال طول اليوم في حالات سمنه مفرطه، طول الشهر في حالات سمنه، طول السنه شغال في حالات سمنه مفرطه، هو مش متفاجئ بحاجه زي كده. فيعني ما حدش يقلق خالص، يعني الموضوع متجهز. يعني عموما في التخدير، يعني اساس التخدير في مصر على درجه عاليه جدا من الكفاءه على فكره، وبيجروا عمليات بريت اعلى من اي حته في المنطقه العربيه في الشرق الاوسط، يعني في العالم الحالات او في العالم، في العالم الحقيقه، في العالم الحقيقه. خلينا نقول يعني مع باستثناء اماكن معينه في العالم اللي ممكن يعني توازينا في الفريكوانسي او في الريت قليلين جدا جدا في التخدير بالذات، اساسا معظم المرضى اللي بيدخلوا غرفه العمليات في اي شيء، يعني مثلا انزلاق غضروفي في النسبه للتخدير بتاع المخ والاعصاب، مشاكل القلب وشرايين القلب هتلاقيهم اللي عندهم فشل مثلا او مشاكل في زراعات المفاصل ومش عارف ايه وتغيير مفصل والكلام ده كله اللي انتوا عارفين، معظمهم عندهم سمنه، صح كده؟ صحيح. فمريض دكتور التخدير واخد ان هو يصطبح بمريض سمنه، وبالنسبه له ده تحدي مهم جدا في التخدير، له اولويات. طب سؤال ده مهم قوي قوي، جت فترة موضة اللي هو يتعمل للمريض بتاع السمنة تخدير نصفي، سمعنا عن ده؟ طبعا موجودة، احنا بس انا لا انصح بيها. انا الحقيقة المريض اللي ما ينامش بنج كلي ما ينامش بنج نصفي. انا شفت موقف، انا مش عارف صح اقوله يعني ولا لا، بس يعني موقف في احد الثياترز، ابتدى الكلام ده يمكن 6 7 سنين، ابتدى جراح زميل خد رايي في الموضوع، يعني ان احنا عايز اعمل بنج نصف وبتاع، وقلت له يعني المريض اللي ما ينامش لو انت ما عندكش كفاءه ان انت تنامه كلي، ما تنامهوش نصفي وتتفاجئ بمشكله فما تعرفش تنامه كلي. حصل ان العيان ده اداله بنج نصفي وابتدى يشتغل فيه، العيان مسك صدره وابتدى عنده زي تشيست بين، بانيك اتاك، لا ده شيست بين فعلا، ده انجاينا، دخل في ذبحه صدريه من الخوف بالظبط كده. انت بقى في نص العمليه عملت قص في المعده، تعمل ايه يعني؟ انت تصرف يعني، قول لي اتصرف ازاي. كان صعب جدا. العيان على فكره طبعا انا يعني
يعني ربنا توفاه طبعا بعد العمليه دي، لانه ما كانش اصلا صالح لان هو ينام تحت بنج كلي. البنج الكلي انا اعتبره من ضمن الحاجات اللي هي اللي ربنا اداها للبشريه ان انت تنام بيها، ما تبقاش فايق للعمليه. انا يمكن جربت انا البنج الكلي في عمليه سابقه، يعني متعه، يعني انت مجرد ان انت تسلم على زمايلك او الناس اللي هم داخل فعلا، لا متعه شديده. بتنام فعلا كالاتي، انت بتدخل بتنام لك نص ساعه ساعه وقت العمليه، بتطلع بعد نص ساعه من الجراحه انت ما انتش فاكر حاجه خالص، بين فري، ما انتش فاكر اي تفصيل العمليه. هو طبعا انت مش عارف ايه جدا ان انت تنام تحت بنج نصفي، وانا شايف الناس اللي شغاله وسامع الجهاز المونيتور، وده يعني انا شايف ان ده نوع من العذاب، البنج نصفي وانت بتشتغل جراحات. فالعيان اللي هو لا يمكن ان هو ينام تحت بنج نصفي، ما ينفعش ينام تحت بنج كلي. اقدر اعمل البنج النصفي لو للدلع بقى، يعني ايه الدلع؟ انا داخل اعمل عمليه لواحد وزنه 120 كيلو 130 كيلو 150 كيلو 170 كيلو اي وزن يعني، بس المريض ده فيت فور جنرال انستيزيا، انا هينامك للدلع. اتفاجئت باي حاجه، العين نفسه مش مستريح، لازم انام بنج كلي. انت هيفرق ايه من ده؟ هركب انبوبه ونام، لكن ما بقاش العيان اصلا ريسكي فور جنرال انستيزيا وحصل اي انسلت ما اقدرش انامه تحت بنج كلي، فدي كارثه. فالبنج النصفي نصيحتي اللي هو يبقى العيان فيت فور جنرال انستيزيا، يكون مناسب له ان يجرى له اجراء التخدير الكلي، وبعد كده اعمل بقى النصفي، اعمل حاجه النصفي لو عايز تقلبه الكلي مش هيحصل حاجه، في اذا طرأ امر او طرأ حاجه على العيان او جراحيا يعني حاجه حصلت فيبقاش العيان متوتر، ممكن تقلبه البنج كلي بامان، لكن ما يبقاش غير جاهز للبنج الكلي واقول انا اعمله بنج نصفي. فدي نصيحه يعني عامه يعني عموما، يمكن ربما تكون على كل الجراحات. اللي يقدر ينام تحت بنج كلي ينام تحت بنج نصفي بامان، مفيش مشكله خالص. السؤال الثاني بقى اللي بيفرض نفسه، السؤال متعلق ما بعد الاجراء الجراحه، هل في فرق بين تكميم وتحويل المسار في تعليمات التغذيه؟ خالص، هما كلهم زي بعض في فترات اللي هي السوائل ال 10 15 يوم الاولى، الشهر الاول بيتم على تعليمات كلها مشابهه، ما بعد اجراء العمليه كله مشابه بزياده بس في نسب الفيتامينز ما بعد تحويل المسار اللي احنا بنستمر عليها مدى الحياه، بناخد فيتامينز ما بعد تحويل المسار. طبعا مفيش اي حاجه خالص مختلفه، العمليات زي بعضها، بتجرى بالمنظار فتحات صغيره. على فكره الوقت برضو ما بيفرقش كتير، يعني هي كلها ربع ساعه زياده او نص ساعه زياده ما بين العمليات. يعني فترة الإفاقة هي 12 ساعة في ده أو ده، تكميم أو التحويل هي كلها فتحات منظار، بتخرج بعد 12 ساعة. المتابعات نفس المتابعات، كل حاجة زي بعضها يعني مفيش أي حاجة. لكن طبعا في عمليات مؤثرة على السكر، بيبقى يعني في واحد بيبقى مريض سكر بيعمل عملية تحويل مسار، بنخرجه على نص الجرعات من الإنسولين أو جرعات علاج السكر، وبعد شوية بيقلل شوية لحد أن يتوقف. يعني مفيش حاجات فروق جوهرية ما بين العمليات. لكن عمليه التحويل طبعا اشد شويه في ان هي تحافظ على الوزن ما بعد العمليه، لان بتقلل امتصاص 70% من السكريات والدهون. عشان كده بتسموها جولدن ستاندر طبعا، العمليه المعيار الذهبي للجراحه طبعا، اللي هي وبالاسم كمان عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي. هي افضل الحاجات عشان يبقى خدت حقها. نسمع المرضى بيتكلموا بلغه مختلفه، المرضى دايما عندهم يعني تعبيرات دقيقه جدا في التوصيف، ويهتموا بحاجات معينه مهمه. انا النهارده فكرت زي المرضى، لقيتهم بيفكروا انا هسال هعمل ايه، التخدير يا باشا، انا طب انا بعد العمليه هتاكلوني ازاي؟ بس هو التخدير ده من اهم الاسئله، وقرار هتعمل لي ايه بقى، ايه العمليه اللي هتعملها لي؟ طبعا في ناس بدات تفهم قوي الجراحات، فبيقعد بقى يسال اسئله انا بحبها، نوع الدباسه، دبابيس، مكان المستشفى، فريق التخدير اللي جاي مين، عشان عارف ده عمل عمليات سمنه قبل كده. طبعا انا بسال مع الجراح، ده شيء مهم جدا. النهارده الحوار اكيد ممتع جدا مع ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور كريم صبري، لكن الاستماع للحالات ايضا ممتع للغايه. قعدت سنتين افكر وادرس عشان اعمل العمليه دي، لغايه ربنا يعني استخرت الله كده، ولقيت الدكتور كريم قدامي وانا قاعد بتفرج على التلفزيون، فاستخرت الله كده ورحت ايه رايح قطعت كشف عنده، ورحت رايح قال لي وراح اعمل لي عمليه تحويل مسار. الحمد لله بعد ما عملتها انتهيت من برشام السكر والضغط والكلام ده كله،
والحمد لله رب العالمين. وانصح اي حد، اي حد، عملية بسيطة جدا بالمنظار وبتطلع بعد كم ساعة، 3-4 ساعات بتشرب كل حاجة وبتخرج بعد 12 ساعة من المستشفى خالص. ومجرد ما عملتها الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الشكر ربنا ثم الدكتور كريم، ريحني نفسيا وعملت العملية. وبعد ما عملتها قلت ايه اللي انا عملته في نفسي ده، قاعد سنتين اقول اقول اه ولا لا، لغايه ما الحمد لله حسيت ان الدنيا سهله وعملت عمليه تحويل مسار، والحمد لله دلوقتي بصحه جيده تمام، ورجعت كام سنه ورا كمان. وانت نفسيا كمان بتلاقي انت ارتحت، ومش انا بس، انا عملت لبنتي وعملت للمدام وعملت لاخويا وعملت لاختي.